أهلا بكم. حذر تقرير تربوي من تعرض 13 ألف مدرسة للإغلاق، معظمها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقال مركز الدراسات والإعلام التربوي في تقريره السنوي الثالث إن توقف رواتب 70% من المعلمين منذ 10 أشهر يهدد العملية التعليمية ويفاقم الوضع التعليمي أكثر. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى أين وصل التدهور في القطاع التعليمي، وكيف يمكن إنقاذ هذا القطاع من التدمير والانقسام الحاصل؟ تدهور غير مسبوق شمل كل قطاعات التعليم بسبب الحرب، وحول المدارس إما إلى متارس أو لأماكن لإيواء النازحين. تقارير عدة تصدرها المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة بشأن التعليم جميعها تحكي عن واقع تدمير التعليم وانقسامه وتوقفه، والذي أثر على مسار العملية التربوية في معظم المحافظات. وفيما اتسعت دائرة العنف وامتد تأثيرها على المدارس، تقول اليونيسف أن هناك جيلا ينمو خارج نظام التعليم، وهو ما قد يحطم آمالهم ويهدد مستقبلهم. نتابع التقرير ومن ثم نعود لنبدأ النقاش. في حرب دخلت عامها الثالث، يبدو القطاع التعليمي هو الأكثر تضرراً، فأكثر من 3 ملايين طفل في اليمن محرومون من حقهم في التعليم بعد أن تحولت مدارسهم إما إلى ثكنات عسكرية أو مأوى للنازحين. الأرقام والإحصاءات المرتفعة التي تظهر كل يوم عن واقع التعليم تحدثت عن كارثة شملت معظم المدارس الممتدة على خارطة الجمهورية، إلا أن محافظة تعز احتلت الصدارة نظراً لضراوة المواجهة العسكرية المشتعلة في المدينة وريفها. مركز الدراسات والإعلام التربوي في تقريره السنوي الثالث حذر من تعرض 13 ألف مدرسة للإغلاق، وقال إن معظم المدارس التي ستتعرض للإغلاق هي تلك الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع. ومع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد واستمرار أزمة الرواتب، دعا المركز إلى سرعة إنقاذ التعليم، خصوصا بعد توقف رواتب 70% من المعلمين منذ 10 أشهر، وهو الأمر الذي يعني حرمان ملايين الأطفال من حقهم في التعليم. الارتفاع في نسبة المخاطر وتردي الأوضاع المعيشية وانتشار الأمراض أسباب عديدة أدت إلى تراجع نسبة الالتحاق بالتعليم، بعد أن أكدت مصادر تربوية تراجع الالتحاق في العام الماضي إلى قرابة 3%، وهي ليست نسبة اعتيادية قياسا بالوضع الطبيعي. وبرغم فتح الكثير من المدارس أبوابها، إلا أن الآباء متخوفون من إرسال أبنائهم للدراسة، إما بسبب الوضع الأمني المنفلت أو القصف المفاجئ الذي قد يؤثر على نفسية التلاميذ إن لم يستهدف المدارس نفسها. التقارير التربوية أكدت أيضا أن أكثر من 1400 مدرسة في عموم البلاد أغلقت خلال العام الماضي، وأن نسبة كبيرة منها متضررة إما بشكل جزئي أو كلي، وأن غيرها محتلة عسكريا أو تستخدم لإيواء نازحين. وبحسب التقارير أيضا، فقد سجل العام الماضي أعلى معدل في حوادث الاعتداء على المدارس أثناء فترات الدوام الرسمي، وقد تنوعت هذه الاعتداءات بين قصف مدفعي وقصف للطيران أو اعتداء مسلح. تظل العملية التعليمية عموما ومن بعدها القطاع التربوي على وجه الخصوص الخاسر الأكبر في هذه الحرب، فما بين انقسام وتدمير وإهمال لا يزال وصف الكارثة التعليمية هو أقل ما يمكن قوله وفقا للأرقام والمؤشرات التي ترتفع كل يوم عن واقع هذا التدهور. أبدأ النقاش مع ضيفنا من تعز أحمد البحيري، مدير مركز الدراسات والإعلام التربوي. أهلا بك أستاذ أحمد. بعد 3 أعوام من الانقلاب وأكثر من 2 عامين على الحرب، كيف تقيم وضع التعليم؟ لا شك أن التقرير قد عرض جانب كبير من الوضع المأساوي للتعليم، خصوصا بعد أكبر تحدي الآن يواجه العملية التعليمية متوقف رواتب المعلمين منذ 10 أشهر. المعلم يعتبر حجر الزاوية في العملية التعليمية، وتوقف راتب المعلمين هو المسمار الأخير بعد أن توقفت الميزانية المخصصة لعملية التعليم بشكل تام منذ احتلال الجماعة الحوثية لصنعاء. كان راتب المعلمين هو المسمار الأخير الذي تسبب في تقطع وإضرابات متواصلة في العملية التعليمية في النصف الثاني من العام الماضي. العام الجديد الآن على الأبواب، 92% من المعلمين مؤكدون بأنهم حسب استطلاع المركز الدراسات والإعلام التربوي بأنهم غير مستعدين للعمل أو العودة إلى المدرسة ما لم تقدم الحكومة بسداد رواتبهم.
الوضع المعيشي أيضا، الوضع الصحي، الوضع الأمني، كل هذه العوامل، الوضع الاقتصادي والسياسي كلها تصب في تكريس وضع سيء للعملية التعليمية ما لم تقوم الجهات المسؤولية بحلحلة هذه الأوضاع وإعداد سياسات واضحة لمواجهة التحديات أولا بأول. طيب أستاذ أحمد، أنتم قمتم بهذه الدراسة والتقرير الذي نشرتموه، ما هي البيئة البحثية التي من خلالها قمتم بهذه الدراسة؟ هل شملت كل اليمن؟ وتفاصيل أيضا يمكن أن تضعنا أمامها كنتيجة لهذا التقرير، وربما أرقام مهمة يجب الوقوف أمامها. لا شك نحن اعتمدنا على رصد وتوثيق قمنا بجمعه خلال العام كامل، إضافة إلى أيضا استفدنا من كل ما ورد من تقارير رسمية، ولنا أيضا علاقات مع كثير من الجهات الحكومية، ومن خلال مسح ميداني أو استطلاعات أو دراسات صممت خصيصا لتكون خادمة لهذا التقرير. المنهجية هي عبارة عن منهجية وصفية تحليلية لحل الوضع بشكل عام، لم نعتمد أيضا على النزول الميداني والمباشر في أغلب المناطق نتيجة وجود صراع وخلافات محددة وعدم وجود إمكانية أيضا. فاعتمدنا لم يكن لكم نزول ميداني، إذا على ماذا اعتمدتم؟ نحن اعتمدنا على رصد وتوثيق لبعض المحافظات التي استطعنا ان نوثقها، وبعضها استفدنا ايضا من منظمات محليه في نفس المحافظات او على دراسات عدتها منظمات دوليه او من تقارير من مكتب التربيه نفسه بحسب تواصلنا الشخصي. طيب هل يمكن في التقرير اظهر مؤشرات خطيره في توقف العمليه التعليميه كما قلنا، حوالي 14,000 مدرسه او 1400 مدرسه ظلت متوقفه من خلال العام الماضي. المحافظه تعز التي تاتي في المرتبه الاولى في عدد الطلاب المقيدين في التعليم العام احتلت المرتبه الاولى على السنه الثانيه على التوالي، حوالي 420 مدرسه موقفه حتى الان في محافظه تعز. تمدد الصراع في المحافظه الى اغلب المديريات الريفيه كان له اثر سلبي ايضا على عمليه التعليم. نسبه النزوح المرتفعه التي احتلت حوالي 19% من عدد الطلبه المقيدين في الجمهوريه البالغ عددهم 6 ملايين طالب وطالبه، هذه النسبه المرتفعه 19% نسبه مرتفعه جدا، وهؤلاء الاطفال النازحين واحد من اثنين هو فقط من يتلقى التعليم، واما النصف منهم يتلقون تعليمهم بشكل منقطع او انهم مقيدين على قيد المدرسه لكنهم لم يتلقوا اي تعليم ممكن. الارقام كثيره ومتشعبه، لكن الاهم من ذلك هو البارز لدينا الان هو الانقسام السياسي الذي افرز لنا نظامين تربويين، نظام في صنعاء ونظام في عدن. غياب الرؤيه الواضحه وغياب الاشكاليه ليست في غياب الامكانيات فقط لدى الحكومه الشرعيه او لدى من يسيطر على مؤسسه التعليم في صنعاء، الاشكاليه هي في غياب رؤيه واليات للتدخل الممكن ومواجهه التحديات اولا باول. اعتقد انها تفرض على الحكومه الشرعيه وعلى القائمين على العمليه التعليميه بشكل عام تشكيل مجلس تنسيق اعلى كما دعينا في تقريرنا لوضع سياسات محدده للتدخلات ومعالجه القضايا التربويه. اعتقد ان الاهم من ذلك ان الاثار والاضرار الاقتصاديه للتعليم حتى الان تتجاوز 6 مليار دولار حسب تقارير دوليه. هذه الاضرار لم تواجه حتى الان بمواجهه جديه وسياسات واضحه ورؤيه واضحه. كل ما تقوم به الجهات الرسميه لا يرقى الى مستوى الحد الادنى من المسؤوليه الملقاه على عاتقها في ظل الظروف الراهنه. طيب اشرك معنا من عدن الناشط الاجتماعي والتربوي الاستاذ ياسر علوان. اهلا بك استاذ ياسر. اهلا بك. استاذ ياسر، اذا تدهور كبير طال العمليه التعليميه، ربما تدمير للمدارس، حاله نزوح، تغيير في المناهج، من وجهه نظرك كيف يمكن معالجه ما وصلت اليه العمليه التعليميه من تدهور اليوم؟ بسم الله، اولا نشر قناه بلقيس الذي عودتنا على الاهتمام بشكل خاص فيما تعنيه البلاد وخاصه في مجال التعليم والصحه.
بالنسبة لسؤالك عن ما هي الإجراءات أو ما هي الحلول التي ممكن الحكومة تتبعها، فكما أسف الضيف في ذكر هذه المشاكل، فالآن نحن لدينا وضع متأزم وما زلنا في حرب، ما زلنا في حرب، فعملية الحلول قد تحتاج إلى الكثير من تضافر الجهود، خاصة في مجال مثلا عندنا المدارس المدمرة. المدارس المدمرة خاصة في المناطق ما زالت مستمرة في تعز، مثلا في حرب، في عبس، هاي تحتاج إلى مشاريع كبيرة، تحتاج إلى إمكانيات. فنحن هنا بالنسبة للحكومة فهي تدعي أن أغلب الإمكانيات غير متوفرة حاليا، وهي كودا تسعى إلى توفير الرواتب، ففي هذا المجال قد يتأخر عملية عادة ترميم وتأهيل وبناء هذه المدارس. لكن بإمكان الحكومة العمل على عدة محاور أخرى، فلدينا الآن بالنسبة لقضايا صرف رواتب الموظفين، قضية إعادة الطلاب المبعدين من الدراسة في المناطق المحررة، إعادة غربلة المناهج، فكثير من الأمور ممكن الآن تقام، خاصة بعد تأسيس الوزارة في عدن بعد استقطاب الكثير من الكوادر، بإمكان الآن نبدأ في عمليات التي بإمكان استطاعت الحكومة القيام بها. وكما قلت لك في كثير معنا في المناهج بحاجة إلى عادة غربلة، بحاجة إلى عملية صرف الرواتب لاستقرار وضع المعلم، أيضا عندنا كثير من الأمور خاصة في النازحين، فمفروض على الحكومة أن تعمل لهم حلول عاجلة، وخاصة الكثير من النازحين عندنا لا يتعلمون، لا يوجد هناك قرار بقبولهم في المدارس. طيب سأعود لأناقش معك هذه النقطة، نقطة النازحين هي مشكلة عويصة ربما ولفئة كبيرة، يعني لابد من معالجتها، وهناك يقال أن جهود تبذل لمعالجة هذا الوضع، لكن الواقع تتحدث عكس ذلك. أعود لضيفي من تعز الأستاذ أحمد البحيري. أستاذ أحمد البحيري، في التقرير ذكرتم أن ربما 13,000 مدرسة معرضة للإغلاق، ما هي الأسباب الحقيقية التي قد تؤدي إلى إغلاق هذه المدارس؟ هل الأسباب معلومة بالنسبة لكم؟ لا شك أن الراتب هو واحد من الأسباب الرئيسية لإغلاق هذه المدارس. أيضا في المناطق أخرى دخلت على خط الصراع في تعز وفي غيرها من المناطق، هذه أيضا مدارس تقع تحت خط نار، أو إما بعضها مدارس مدمرة نسبة لا تتجاوز 30% من هذه المدارس، أو ال 25 بين 25 إلى 30%، إما معرضة لقصف أو أنها محتلة عسكريا، أو أنها تعاني أيضا من غياب الإمكانيات المحددة، نهبت أو قصفت أو تعرضت لجزء من الإشكاليات الحاصلة في الحرب. الإشكالية الآن في 13 المدرسة، أعتقد أن راتب المعلم هو المسمار أو المدخل الأساسي لحلحلة الوضع الحالي، والإسهام في فتح المدارس بطريقة أو بأخرى. المعلم حتى الآن بعد 10 أشهر يعاني الويلات، الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي لكثير من الأسر أيضا يساهم في عدم التحاق الكثير من الأبناء في المدارس. الوضع الاقتصادي بشكل عام وتدهور العملة ووصول الشعب إلى مرحلة يجرى لها، كل هذه الأسباب المتداخلة ما لم تواجه بجدية من قبل الجهات الرسمية وعلى رأسها الحكومة، أيضا مزاحمة كثير من القطاعات للقطاع التعليم على رأسها قطاع الصحة وقطاع الإغاثة، كل هذا يجعل التعليم خارج أولويات الحكومة الشرعية وخارج أولويات الأسر وخارج أولويات أيضا المنظمات المانحة، ما يجعل التعليم في كثير من المدارس حوالي 13,000 مدرسة مهدد بالتوقف. لكن نحن نقول أن هذه الأرقام أيضا لا تجعلنا نشعر بالإحباط واليأس، يجب علينا أن نواجه هذا الواقع بشجاعة، الحكومة أن تواجه الواقع بشجاعة وأن أن تبادر لحل أول ترتيب الأولويات الحلول، تصرف مرتبات المعلمين وتضمن صرف هذه المرتبات باستمرار حتى يتمكن المعلمين أداء من العودة إلى المدرسة، بعد ذلك ممكن أن تربط الإغاثة والعملية الصحة كلها في برنامج موحد مع المدارس، ويكون التعليم كمدخل لحل كثير من الأزمات المتواجدة في المجتمع والتي تنتجها الحرب الراهنة. طيب أستاذ ياسر من عدن،
بالعودة إلى مشكلة الطلبة النازحين، ما هي أهم المشاكل التي يعاني منها الطلبة النازحين ومن يتحمل المسؤولية برأيك؟ الطلبة النازحين أهم مشاكلهم عدم وجود قرارات وأنظمة تدمجهم في المناطق التي التجوا إليها. فإلى الآن من أهم المشاكل أن أغلب النازحين يتوجهون إلى المدارس فلا يتم قبولهم، وحقق المدراء المدارس أن ليس لديهم تعليمات بقبول أي طالب لا يملك وثائق. ومعروف أن النازحين خرجوا من مناطقهم مجبرين في ظروف استثنائية في وضع حرب، وبعضهم خرج حتى يعني بملابسه فقط، فكان عملية هروبهم من الحرب. وخاصة عندنا النازحين في عدن أغلبهم من تعز، من الوازعية، من باب المندى، من دباب أو من كريش، وهذا فخرجوا في وضع سيء جدا. فعندما يذهبوا للمدارس يقول لك مطلوب منكم الوثائق وآخر شهادة وشهادة الميلاد، غير كذا لا نقبلكم. يذهبوا إلى التربية فيقولوا ماش معنا تعليمات من الوزارة بقبولكم بوضع استثنائي. بعض مدراء المدارس اجتهدوا شخصيا أو بتعليمات شفوية قبلوا الطلاب النازحين، لكن عاملهم كمستمعين، يعني فقط مجرد يحضر غير مسجل في السجلات، وأنه العام الأول 2015 وأنه هذا العام 2016 دون أن يعطى لهم أي شهايد، أي شهادات بأنهم درسوا خلال هذه العامين. هذه أكبر مشكلتين. إضافة لمشاكل أخرى يعاني من النازحين بحكم أنهم هاربين من أوضاع الحرب، لا يملكون أي مصادر دخل، فالكثير الكثير بل أغلبيتهم ليس لديهم إمكانيات مادية لتوفير مستلزمات الدراسة، ولا توجد هناك منظمات اهتمت بهذا الجانب، بالزي، بالغذاء، بمستلزمات الدراسة، بالحقائب، إلا فيما ندر من جمعيات أو فاعلي خير. طيب، تقييمك للمعالجات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم؟ بالنسبة لهذا الموضوع لا توجد، أنا متابع وأنا بالسلك التربوي. طيب، لم أجد بشكل عام لأوجه المعاناة المرتبطة اليوم بالتدهور الحاصل في العملية التعليمية، كيف تقيم معالجات وزارة التربية والتعليم؟ بالنسبة للمعالجات لا ترتقي ولا يمكن النشيد بها أو تذكر خاصة في هذا الجانب، إنما هناك معالجات آنية وأشياء يعني لا يمكن أن نقول أن وزارة التربية والتعليم قد حلت الكثير من هذه المشاكل. أشكرك جزيلا أستاذ ياسر علوان، الموجه التربوي والناشط الاجتماعي، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. شكرا جزيلا لك. أعود لضيفنا من تعز الأستاذ أحمد البحيري. أستاذ أحمد البحيري، الآن هل يمكن تحميل طرف معين مسؤولية التدهور الحاصل في العملية التعليمية، أم ربما المسؤولية تتقاسمها العديد من الأطراف؟ لا شك أن الأطراف جميعا تتحمل مسؤولية ما وصل إليه التعليم اليوم في اليمن، لكن لدينا الآن مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية أيضا تمانع من صرف رواتب كثير من المعلمين، 47,000 حوالي أو قرابة هذا العدد في محافظة تعز، وأغلب مديريتها محررة حتى الآن. عدد الطلاب في محافظة تعز يكاد يقترب من عدد الطلبة في المحافظات المحررة بأكملها. لا أدري ما الذي يعيق الحكومة الشرعية عن تسديد رواتب هؤلاء المعلمين، النظر أيضا بإيجابية للوضع الراهن. أيضا العقلية السياسية الحاكمة أو المسيطرة، البعد الأمني والبعد العسكري والبعد السياسي والطائفي المسيطر على عقلية وذهنية صانع السياسات التعليمية، سواء كان في الحكومة الشرعية أو في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح. هذه العقلية أنتجت لنا أيضا ارتباك وردود أفعال لمعالجة، تخلق أيضا مشاكل أكثر مما تعالج الواقع الراهن للعملية التعليمية. تسييس الوضع الإنساني وتوظيف الأوضاع الإنسانية في أعمال السياسية كرواتب المعلمين وغيرها، أعتقد أنه لا يخدم أي طرف، حتى على المدى البعيد لا يمكن أن نخدم الاستقرار والتنمية لليمن بشكل عام. الكل يتقاسم هذه الوزر الذي وصل إليه تدهور الوضع التعليمي في اليمن وتدهور بقية القطاعات الأخرى، لكن أعتقد لدينا حكومة شرعية هي المسؤولة، يجب أن تتحمل مسؤوليتها. الطرف الآخر هو طرف منفلت، صادر كل مؤسسات الدولة وميزانياتها، لا شك أنه يحمل مسؤولية
أخلاقية ومسؤولية قانونية، لكن على الحكومة الشرعية أن تتولى أمر التعليم وإدارة التعليم بشكل عام في المناطق المحررة، ويكون لديها رؤية لمواجهة التعليم أو الأضرار التي تلحق في التعليم والانتهاكات التي تصل التعليم في المناطق غير المحررة. أعتقد أن صرف الرواتب والقيام الحكومة الشرعية بمسؤوليتها وصرف جميع رواتب المعلمين في المناطق المحررة وغير المحررة سيخضع العملية التربوية لإدارتها، وستكون بطريقة أو بأخرى قادرة على فرض سياساتها التربوية داخل المحافظات غير المحررة أو التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي وقوات صالح. طيب، نشرك معنا من الرياض الأستاذ إبراهيم الظهرة، رئيس منظمة حقي في التعليم والتنمية. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا بكم أستاذ إبراهيم. إذن أزمات عديدة ربما يواجهها قطاع التعليم وتدمير شبه كامل لبنية التعليم، من وجهة نظرك وكمتابع ومهتم بهذا الشأن، ما مستقبل التعليم في ظل وجود هذه التحديات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في حقيقة الأمر الأسوأ خلال يعني العقود الماضية على العملية التعليمية وطلاب ومعلمين ومجتمع أيضا هي هذه الفترة العامين الماضيين، ونحن مقبلون على عام دراسي جديد يمر في أسوأ مراحل التعليم في اليمن. التسرب من التعليم زاد بشكل ملحوظ بما يقارب أكثر من 1,300,000 طالب وطالبة تركوا التعليم، المدارس الكثير منها أغلق وبنسبة تتجاوز تقريبا يعني تصل إلى ما نسبته 10% من إجمالي مدارس الجمهورية اليمنية، تمت يعني ربما إغلاقها أو نزوح الطلاب والمدرسين عنها. الكتاب المدرسي فقد خلال العام الماضي والعامين الماضيين، المناهج الدراسية تعرضت للكثير من التجريف والتحريف، الطالب اليمني فقد قدرته على مواصلة التعليم، تواجد الأطفال في ميادين القتال بدل من ساحات المدرسة، استخدمت المدارس لأغراض عسكرية وقصفت بالطيران وبالمدفعية في كثير من وفجرت الكثير من المدارس ومراكز التعليم. المعلم اليمني يعاني أشد أنواع المعاناة بسبب توقف الرواتب لقرابة عام كامل. الإدارة التعليمية شلت من خلال أدوات تتبع توجهات سياسية بدلا عن الإدارة التعليمية الوطنية. نحن في وضع تعليمي مزري، ما يقارب 3 ملايين طفل هم خارج إطار التعليم في اليمن. اليمن يواصل التعليم في اليمن يواصل الانحدار خلال هذه الفترة نتيجة ما تعانيه البلد من اضطرابات ناتجة عن أحداث العامين الماضيين. حق التعليم في اليمن مهدد بالفقدان بالكلية. التعليم ما يتواجد من التعليم هو فقط القشور، هو فقط الغش، هو فقط الممارسات السلبية التي تضاعف احتياج اليمنيين للمؤسسة التعليمية والتربوية. طيب، في دقيقة قبل أن أختم معك أستاذ إبراهيم، ما المطلوب لوقف هذا التدهور؟ المطلوب هو تحييد العملية التعليمية عن أي دور في إطار الصراع، والمطلوب هو وقفة دولية جادة وإقليمية ووطنية لإيقاف العبث بالعملية التعليمية وتحييد مؤسساتها عن الصراع وسرعة توفير احتياجات التعليم من رواتب للمعلمين ومناهج دراسية ومدارس أو استبدال المدارس التي تم تفجيرها. كل هذه لابد أن تتحقق من أجل استعادة التوازن في العملية التعليمية خصوصا، وأنا أشد هنا على الحكومة في المناطق المحررة أن تعمل وتسعى بجهد أكبر لتوفير التعليم ولإيصال التعليم لجميع أبنائنا، وأيضا نطالب السلطات المسيطرة في كل المحافظات
إلى تحييد العملية التعليمية وترك المجتمع يعني يقوم ب يعني يقوم بالحفاظ على هذه العملية التعليمية للأبناء. نتمنى أيضا على المواطن اليمني أن يسعى بقدر استطاعته لاستمرارية العملية التعليمية كما شاهدنا في الكثير من المناطق. شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم الظهرة، رئيس منظمة حقي في التعليم والتنمية، كنت معنا من الرياض. أختم مع الأستاذ أحمد البحيري بن تعز، إذا كان لك من تعليق أخير. تعليق، نطالب الحكومة والجهات المسؤولة على التعليم بتجنيب المؤسسات التعليمية الأعمال العسكرية، ونطالب أيضا بحماية العملية التعليمية من الانتهاكات، سواء كانت انتهاكات مسلحة أو التلوث الطائفي الذي يطال كثير من المدارس والجامعات في المحافظة الخاضعة لإدارة جماعة الحوثي وصالح. نطالب من الحكومة الشرعية بتحمل مسؤوليتها وعمل رؤية واضحة وحل مشاكل التعليم وفق رؤية واضحة واستراتيجية واضحة ومدخل متكامل يستطيع من خلاله التمييز بين المتطلبات الأساسية والضرورية بما يضمن استمرار العملية التعليمية والمتطلبات الكمالية التي يمكن أن تؤجل أو تؤخر إلى وقت آخر. يجب على الحكومة الشرعية أن تنظر إلى التعليم بنظرة استراتيجية بعيدا عن الحسابات السياسية، كما يجب على المنظمات الدولية أن تساهم بشكل أو بآخر في تمويل التعليم ووضعه كأولوية واعتباره أولوية أيضا لزحزحة كثير من المشاكل. فمشكلة اليمن وأزمة اليمن هي أزمة التجهيل والجهل الذي أنتج لنا حروب وصراعات متكررة ومستمرة. والحرب أعتقد الراهنة هي نتاج جماعات الجهل التي استطاعت أن تقود هذا العمل المدمر على التعليم على كافة القطاعات الخدمية في اليمن. على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وعلى المنظمات الدولية أن تساهم في دعم التعليم وتمويله حتى تعود العملية التعليمية إلى طبيعتها وتستطيع أن تستمر في أداء عملها. أستاذ أحمد البحيري مدير مركز الإعلام الدراسة والإعلام التربوي، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل محمد عبد المولد. بأمان الله.